السلام عليكم. كنتواجدوا في الشاطئ نتاع بوياثر اللي كنقولوا كنعطي واحد الكلمه للرئيس لجماعه بني شكار اللي كنقولوا شوف المستثمرين اللي بغاو يستثمروا كرئيس نتاع بوياثر هو طلق السياح باش يجيو للبحر، انت بقيتي كتبلع عليهم البيبان. كنقولوا للسيد العامل وشنو كتشوف السيد العامل؟ ها هو ها البحر وياك النقالي بين النقالي وبني شكار وياك راك الجواري. كيفاش كتشوف؟ انا كنشكر السي عبد الصمد اللي حاضر اليوم معنا، دائما حاضر باسم الجمعيه الجهويه لحمايه البيئه والمال العام. اليوم كنتواجدوا بعين المكان في الشاطئ نتاع النقالي نتاع فين كيديروا الميناء المتوسط الغرب المتوسط. كنتواجدوا كيفاش كتشوف عامر عامر البلايه عامره بزاف والشواطئ التابعه للنفوذ لجماعه بني شكار اللي مازال عاد ما عامرش، مازال ما مطلقاش، مازال ما عطاوش الرخص للمستثمرين باش يستثمروا. كنقولوا علاش هذه الكلمه كنعطيوها؟ علاش ما بغاش يعطي؟ علاش الافتزاز للمواطنين؟ لان الرئيس الجماعه التابعه للنفوذ لجماعه بني شكار كرئيس الجماعه كيفتز المستثمرين حسب الرشوه، كيطلبهم الرشوه باش يستثمروا في النفوذ لجماعه بني شكار. شوف الجماعه نتاع بويافر التابعه للنفوذ نتاع جماعه بويافر اقليم الناظور، هما كيفاش كتلاحظوا البحر عامر بزاف. علاش حنايا علاش انا ولد بني شكر ولد عياده تابع للنفوذ نتاع بني شكر درنا واحد الفيديو من الشواطئ اللي عامرين بالزبل في النفوذ في جماعه بني شكر. شوف البلايا كيفاش نقيه في النقاري بويافر. اليوم البارح درنا مول البارح درنا الحضور القريه، دابا درنا الحضور لجماعه نتاع بويافر عامره بالسياح، باقي غير الجماعه التابعه لجماعه بني شكار ما بغاوش يطلقوا المستثمرين باش يستثمروا السياح باش يجيو لبني شكار. وحنايا كنطالبوا السيد العامل باسم الجمعيه الجهويه لحمايه البيئه والمال العام، كنقولوا الرئيس الفاشل علاش ما بغيتيش تطلق السياح؟ علاش ما بغيتيش تطلق الرخص نتاع المستثمرين في جماعه بني شكار؟ لان راه فشلتي في المهمه ديالك. حنايا انتخبنا عليكم باش تطلقوا السياح المستثمرين باش يستثمروا في هذه البلاد الحنين. شوف الفرق بين جماعه نتاع بويافر وجماعه نتاع بني شكار التابع للنفوذ بني شكار، لان يوجد رئيس فاشل فيها ما يقدرش المهمه ديالو. لان حنايا كنطالبوا السيد العامل التدخل العاجل مع رئيس الجماعه بني شكار، لانه فشلتي في المهمه ديالك. علاش الرئيس نتاع بويافر طلق السياح وجماعه بني شكار الشواطئ نتاع جماعه بني شكار مازال ما مفتوحاش عاد، مازال ما مفتوحاش في وجه السياح في وجه المواطنين؟ علاش الافتزاز من طرف رئيس الجماعه التابعه للنفوذ جماعه بني شكار؟ حنايا باسم الجمعيه الجهويه لحمايه البيئه والمال العام كنطالبوا السيد العامل التدخل العاجل للعزل الرئيس الفاشل التابعه للنفوذ جماعه بني شكار. كيفاش كتلاحظوا البلايه عامره عامره هي كيفاش كتلاحظوا عامره بزاف. شوف هنا عاود كيفاش عامره، ها هي عامره، ماشي راه كنكذبوا ولا كنزيدوا الزياده ولا، ها هي جماعه نتاع بويافر، ها هي كيفاش كتشوفوا رانا موجود في الشاطئ نتاع موجود حاليا في الشاطئ. كنقولوا علاش الرئيس نتاع المجلس لجماعه بني شكار ما بغاش يفتح الشواطئ التابعه للنفوذ جماعه بني شكار؟ حنايا كيفاش عندنا المعلومات اللي عندنا هو بغى يعطيها للناس ديالو اللي كيخدموا صحاب الحشيش وصحاب التجار في البشار. حنايا ما غاديش نسكتوا لك السيد الرئيس، خصك دير، خصك انت راك معزول، خصك تعزل، انت ما كتصلح حتى لشي حاجه، اي مهمه ما كتصلحهاش. وشكرا السي عبد الصمد، كنشكرك بزاف اليوم على حضور ديالك، وشكرا للجميع، وشكرا.